ادي حارس المرمى محمد عامر بيترقب، وادي شحاته ايضا بيترقب، وادي الكره عند اللاعب ابراهيم سعيد. عمل مجهود كبير النهارده ابراهيم سعيد، لكن تتلعب على طول الكره مره ثانيه عند عبد الله محمود. ادي عبد الله يلعب على طول الكره الاماميه، تمشي عند اللاعب رقم اربعه احمد حسن. ادي سمير فكري، ادي سمير عاوز يعدي، هوب يا ولد سمير، بطل القدم فين؟ وادي الكره، وادي الهدف الثاني لصالح تليفونات بني سويف، وادي الهدف في مرماه. الكره اللي عملت ريفليكشن كده غيرت مجراها، والهدف الثاني لصالح تليفونات بني سويف. بص الكره اما تحب ان هي تدخل، واذا الحظ يوما اراد الشباك فلا بد ان تستجيب الكره. وادي سمير فكري، لكن هو عدى بشكل مميز سمير، وكان في لاعب واقع على ارض الملعب وهو بكايوكو، لكن عدى من وسطهم ازاي سمير؟ ولسه بقول فين بطن القدم، لكن قاسم، لكن قاسم اللاعب مصطفى قاسم اللاعب رقم 30، اليوم مش يومك يا قاسم النهارده، والهدف الثاني لصالح نادي تليفونات بني سويف. اذا اللقاء بدا يكون ممتع في اخر ربع ساعه من احداث الشوط الثاني. الكره الاخيره بتاعت سمير فكري، عدى ما بين الاثنين وحط الكره ببطن القدم.